الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق. وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. الحمد لله رب العالمين، له المحامد كلها. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أهل الإسلام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد خير الأنام. اللهم لك الحمد أن زينتنا بالأخلاق، أخلاق القرآن وخير ولد عدنان. اللهم لك الحمد أن بعثت فينا محمدا صلى الله عليه وسلم فكان قدوتنا في الأخلاق، وجعلته على قمتها وذروة سنامها، فقلت سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم، وقلت سبحانك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أيها الأبناء، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، تعالوا معنا لنتدارس هذه المنظومة المباركة، منظومة أحسن الأخلاق. وما أحوجنا إلى الأخلاق، وما أحوجنا إلى الأخلاق الإسلامية التي ترتقي بالمسلم إلى مصاف الملائكة، إلى مصاف العبودية وأهلها، التي تنتشلنا من وحل الماديات والشهوات إلى مصاف أهل الفتوة كما يقول أهل السلوك. فهيا بنا. هذه المنظومة هي منظومة أحسن الأخلاق لفضيلة الشيخ بهجة عامر حفظه الله، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى وشرحتها لطلابنا في مدرسة الريان للقرآن الكريم بعين سخونة ولاية سعيدة، وكتبت فيها شرحا بسيطا، أولا على قدر حالنا، ثم تيسيرا على الطلاب وعلى الأساتذة الكرام والمشايخ الأبرار الأخيار الذين يدرسون هذه المادة التي فقدت من مناهجنا للأسف الشديد. هذه المنظومة، منظومة أحسن الأخلاق، منظومة قصيرة ولكنها بفضل الله جامعة لكثير من محاسن الأخلاق. والأخلاق أيها الأحبة هي تلك أو ذلك السلوك الذي ينبغي أن يوصف به المسلم، يوصف به المسلم. لأن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما تقرؤون القرآن؟ لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إذن عندنا الكتاب الذي يمكن أن نستمد منه الأخلاق، وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة التي يمكن أيضا أن نستشف منها الأخلاق ونأخذ منها الأخلاق. والأخلاق والقيم أمر رباني في كل الشرائع، فكما كان الصدق في شريعة نوح عليه السلام واجبا وخلقا قويما، كذلك هو في شريعة موسى وعيسى وإبراهيم وإلياس وذا الكفل وكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما كان الكذب رذيلة في سائر الشرائع، فهو في شريعتنا أيضا رذيلة وخلق منحط. وهكذا قس كل خلق نبيل فهو من صميم هذه الشريعة، وكل خلق رذيل فهو ضد الأخلاق النبيلة.
إذن فالخلق، الخلق هو رزق من الله سبحانه وتعالى، هو رزق يقسمه الله سبحانه وتعالى على عباده كما يقسم عليهم الأكل والشراب واللباس وغير ذلك والأولاد وهلم جرى، فهو رزق. قد قال الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. إذن في الأخلاق، مكارم الأخلاق هي رزق من الله، هي رسالة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم بها ما كان من مكارم الأخلاق عند أهل الجاهلية ومن قبلهم. بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب كانت عندهم أخلاق، أخلاق نبيلة وأخلاق أخرى جاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخلي هذه النفوس من الأخلاق الرذيلة ويعمرها وينشئها على فضائل الأخلاق ومكارمها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اليوم الأمم منحطة بسبب ذهابها بعيدا عن القيم، حتى الغرب الذي كان يتغنى ببعض القيم انحط، لأن قدوته وهي الأمة الإسلامية في الأصل انحطت، أو انحط كثير منها، لا نقول كلها، ولكن كثير منها انحط عن الأخلاق السامية للأسف الشديد. فلذلك أيها الأحبة، هذه الأخلاق ينبغي أن نزرعها في أبنائنا وبناتنا، في طلابنا وطالباتنا، في مجتمعنا. على الإمام أن يدرس هذه الأخلاق، وأن يكون مشعلا يضيء بها، أن يكون نورا يمشي بها بين الناس. أيها العالم، أيها الداعية، أيها المعلم، أيها المربي، أيها المسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها المسلم، أنت قدوة لغيرك. أنت لما يراك الكافر أو يراك الفاسق الفاجر صاحب أخلاق سيحترمك، سيقول هذا هو الدين الحق. أما إذا رآك مقصرا معربدا بعيدا عن هذه الشيم وعن هذه القيم، فإنه يحتقرك وربما اتهم دينك، والعياذ بالله. وديننا من أسمى شرائع الله تبارك وتعالى التي شرع فيها هذه القيم المباركة. هذه المنظومة، منظومة أحسن الأخلاق، شرحناها في هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه البراق، البراق. وهذا هذه التسمية تبركا يعني بذلك الموقف الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالبراق، فامتطاه عليه الصلاة والسلام وقد ارفض عرقا البراق وبدأ يتململ، فقال جبريل: أبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك؟ فارفض عرقا وسكن، فركبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البراق سيطير بنا إن شاء الله إلى تلك الأخلاق النبيلة. وقد أحسن فضيلة الشيخ حيث قدم، الشيخ بهجة عامر حيث قدم لهذه هذا الشرح بقوله: حفظه الله ورعاه وغفر لنا وستر أحوالنا. فقال: أرسل للعلامة ابن العربي، طبعا لست علامة، ولكن وعين الرضا عن كل عيب كليلتهم كما أن عين السخط تبدي المساوية. أرسل العلامة ابن العربي سفرا نفيسا فيه كل الأربي، وهو الذي سماه بالبراق في شرح نظم أحسن الأخلاق. كل معاني النظم طرا أحصى، يوصل من يقرأه للأقصى من عمق فهم النظم بالجنان، جزي بالروح وبالريحان. آمين يا رب، ونسأل الله أن يجزيه أيضا بالروح والريحان. إذن بين أيدينا هذه المنظومة التي سنشرع في مدارستها بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى تكون نبراسا لأبنائنا وبناتنا
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأن يجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي أهل الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.